هذا فؤاد الجنية يشرف الأحزاب وقادة الأحزاب. لا تزال أزمة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار تثقل كاهل الشعب العراقي بتداعياتها السلبية على الاقتصاد وحالة الأسواق، الأمر الذي زاد حالة الاحتقان الشعبي إلى مستويات كبيرة. احنا اليوم طالعين جماهير كافة من كل المحافظات على تخفيض الدولار، لأن الدولار أذى كل فقير، كسر كاحل الفقير، كسر الأيتام، كسر الفقراء. هذا الدولار اليوم الطحين بستين ألف، اليوم بطل الزيت بخمسة آلاف دينار، الفقير ما يقدر يشتري هاي البضاعة، اليوم السوق كله نار. ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل وتفاقم نسب الفقر سادت الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي دون أن يكون هناك تحرك حكومي ملموس لعلاج أزمة الاقتصاد المتجذرة. فأي دولة من دول العالم إذا أرادت أن تحارب شعبها بوسيلة من الوسائل هي أولاً حرمانها من القوت اليومي، بالدلالة على أن القوت اليومي بالنسبة لمعظم أبناء الشعب العراقي مفقود، بالإضافة إلى كل الأمور اللي تخص حياة الشعب هي معدومة، من تعليم، من صحة، من أمن، من كل الأمور اللي يتطلبها أبناء الشعب العراقي. العراقيون بكافة أطيافهم تأذوا من الحكومات المتعاقبة وفقدوا الأمل بإصلاح مسارها السياسي. هذه الحكومة الفاسقة الفاسدة اللي دمرت الشعب وأنهكت الفقير وحالات الفقير، فهذه كل طوائف المجتمع اليوم من كافة المحافظات وكافة الأقضية والنواحي وكافة العالم اسمها هذا التجمع البهيء من أجل سعر صرف الدولار الذي أنهك الفقير. الشعب بعد كافي ما يتحمل، مواطن يريد له 10,000 دولار يشتري له سيارة، يردون من عنده غرفة تجارة، يردون من عنده عقد إيجار، يردون من عنده تذكرة طيارة ب 300 دولار، هاي الشغلات ما راح تنزل الدولار. لا توجد بوادر على حل أزمة انهيار قيمة الدينار في الظروف الراهنة، لأن المشكلة الاقتصادية متشعبة وترتبط بالمسار السياسي بالكامل.